führt Tunesien als Favorit in diesem Viertelfinal. Der FC Zettler ist Tunesien. واضح، شكرا لك فهمي على التغطية وعلى التعليق على المقابلة. وصلنا لآخر البلاتو. طارق العليمي يزال موجود معنا. طارق مساء النور. مساء النور طارق. المفروض يعني باش نختصر الكلام لأنه ما عادش برشا وقت عندك دقيقة. المفروض أنه صدمة كبيرة الليلة عشناها الناس الكل. بالضبط، أنا حبيت نتكلم باش نقول راهي ماهيش صدمة رياضية، راهو هذايا اعتداء على السيادة الوطنية الرياضية. بالضبط، هذا شقل. بالضبط حيدر، اليوم ماهوش مجرد بيان احتجاجي من قبل الجامعة، ماهوش مجرد شجب، اليوم لابد أنه تونس الكلها تتدخل، لأنه ثم شرف في بلاد، ثم اعتداء على السيادة الوطنية، ثم هتك عرض بلاد، ثم فك حق متاع بلاد، مش المنتخب الوطني. أخرج اليوم لتونس وشوف، اخرج المنزة وشوف، اخرج القصرين وشوف، اخرج القصة وشوف العباد كيفاش حاسة. اليوم هو الدفاع على الشعب التونسي، ماهوش دفاع على المنتخب الوطني التونسي. هذاك علاش نحب نقول ونعاود ونختم، مش مجرد بيان احتجاجي من قبل المكتب الجامعي يكفي لدرء الاخطار اللي صارت. اليوم سيادة وطنية تم الاعتداء عليها، لابد انه السلطة، نعاود نقول السلطة تتدخل، ممثلة في اعلى هرم السلطه، ممثله في وزاره الشباب والرياضه، في اللجنه الاولمبيه، في المكتب الجامعي، في الاعلاميين، في الحقوقيين، في المستقلين نتاعنا، لانه اليوم واضح تم اعتداء على السياده الوطنيه التونسية. اذا كان المواطن التونسي عنده قيمته عند السلطه اللي ترعى وتحكم المواطن التونسي، لابد من تدخل من هذا. نعترق تاخذوا ان شاء الله في ريكاب سبور، نزيدوا نكملوا الموضوع هذا نحكيوا عليه ان شاء الله. شكرا ليك، ما عادش عندنا برشا وقت، نحب نكمل بكلمه لاسعد خيبه امل كبيره. شنو تنجم تضيف في 10 ثواني؟ صراحه معناها قد ما نحكيه معناها قلبك يوجعك تشوف معناها ناس تعبت جريت الملعبيه ما قصروش اليوم، عطاو لي عندهم الكل مره روزمون جاك ربيتر كي من هذا عمل سكوندال. معناها بصراحه لازم الناس كل تقف تويكا، لازم تصير رياكسيون من الناس كل. اكيد ما انا الفرق التونسيه ما تشارك في كوب دافريك، خاطر لازمهم الناس هذوما ياخذوا درس ويتردوا، سينو باش يكملوا وباش تقعد تتعاود الحكايه مع الفرق الانديه التونسيه. خالد مولي. ما عندي ما نزيد، ان شاء الله الاولاد يوصلوا لاباس و صدمه يمكن غدوه صدمة غدوه مش غدوه مش الواحد يتجاوز لحظات نتاع الصدمه هذه، غدوه نجم يتكلم خير عادل ان شاء الله. الفنيين اللي يتملقوا للكاف والكاف يقولوا حكم ممتاز كما العاده، ويقولوا حكم واعد وخذينا حقنا، لكن ليكيب ناسيونال نتاعنا فهمني ما عرفتش كيفاش تربح الماتش، فهمني نسلم المساج ان شاء الله. اكيد نكونوا احنا وصلنا البلاتو اليوم، بدينا معاكم من 7 حتى 11. متاسف برشا الناس اللي ما قريتش الزمايل نتاعها وللناس الكل مصدومه. ما نعرفش انا واحد كيما محمد طبوبي يقول لك قاهره وبدموع في الدار، ما تصوروش كان ما تصوروش كان هو، لانه 90% من الزمايل اللي وصلوا الكلهم فيهم دموع وصدمه بصراحه وفيهم انسحاب من الكاف. وصلنا لاخر بلاتو تونس غينيا الاستوائي، كنا نتمنى الافضل، للاسف الشديد تونس تغادر الكان وتنتهي الرحله بمظلمه كبيره. نعود غدوه ان شاء الله في ريكاب سبور ونحكيوا اكثر على اليسار. شكرا لكم اللي تابعتونا، تصبحوا على خير. تونس غينيا الاستوائيه ربع نهائي كان 2015 بمساهمه كل نور المنتخب معك.